السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا أستاذتنا المهندسة سارة سليمان، وهي من الناس الأفاضل اللي الواحد يتشرف إن هو يشتغل معاهم. ما شاء الله، يعني علم والتزام وكل حاجة، وهي ما شاء الله عاملة الماستر بتاعتها في النقطة دي بالذات، في تحديدا في البيم واللين، وإن شاء الله شغالة في رسالة الدكتوراه بتتوسع في النقطة دي. فإن شاء الله محاضرة موفقة بإذن الله من شخص متخصص وفاهم جدا واشتغل بإيديه وعنده خبرة عملية جدا في نقطة البيم وفي نقطة اللين، وازاي نمزجهم مع بعض ان شاء الله. اتفضل. السلام عليكم. الأول شكرا جدا طبعا باشمهندس عمر، يعني ربنا يخليك على الكلام الحلو ده كله. ده اقل من حاجة، الله يكرمك. أتمنى إن شاء الله النهاردة إن الناس كلها تستفاد من الموضوع وتبدأ تبص للموضوع بصورة أكبر من المستخدم في الفترة اللي فاتت. إحنا الكورس بتاعنا هيكون على 3 سيشن. السيشن بتاعت النهارده هنتكلم على البيم بس من المانجيريال بيرسبكتيف، مع شويه ثيريز، مع انتروداكشن للين، بحيث ان احنا نقدر المره الجايه ندخل في الكور بتاع اللين برنسبلز ونتكلم عليه بالتفصيل. وفي اخر سيشن هنتكلم على كذا كيس ستاديز، في منها حاجات دي اشتغلت عليها بايدي، يعني حاجات مش من اللي موجوده على الانترنت او كيسز قبل كده، دي براكتيكال كيس ستادي. وفي برضه كيس ستاديز من الناس اللي طبقت الكلام ده قبلنا واوريدي عندهم شغل كتير في الموضوع ده واظهروا الايفكت بتاعه. وهنتكلم على الامبلمنتيشن للبيم واللين، ولكن مش على المشاريع، ولكن من وجهة نظر الشركات، لان للاسف شركات كتير دلوقتي بتبدا تقول احنا عايزين نطبق البيم وعايزين ننفذ الموضوع بصوره مظبوطه وكويسه، لكن على أرض الواقع لما بيجوا يطبقوه للأسف بيتصرف فلوس كتير جدا، ويبدأوا يعملوا هايرنج لناس كتير، وممكن يجيبوا شركات وشركة واتنين وتلاتة، وللأسف ده حصل في أكتر من مكان. وبعد الشركة ما تيجي تشتغل شوية وبعدين يمشوا على إن السيستم بقى موجود، واقعيا الشركة للأسف ما بتكونش لسه عملت الامبلمنتيشن، بالعكس ممكن تكون تراجعت شوية نتيجة إن الفهم الغلط يوصل عند الناس، فالناس تيجي بعد كده تبدأ تطبق فتطبق كلام غلط، في حين ان لو المعلومة وصلت صح من الأول الامبلمنتيشن بيبقى مظبوط والبروجرس بيكون سريع. فاحنا كده ان شاء الله النهاردة هنبدأ في اول سيشن على هتكون شوية project management theories. الناس اللي already درست project management او معاها BMP هتلاقي ان الكلام already مش جديد عليها، ولكن هيتبصلوا من منظور مختلف. كترتيب السيشن هنتكلم على البيزكس بتاعت البيم، هندخل بعدها على لين، وبعدين هندخل على الاي بي دي اللي هي الانتجريتد بروجكت ديليفري، هنعرف المصطلح ده معناه ايه. وبعدين في ثيوريز، هي ما هيش ثيوريز كبيره ولكن هي بيزكس محتاجينها تكون موجوده. من المشاكل اللي موجوده ان دايما الناس يا اما بتبص للجزء البراكتيكال جدا وبينسى خالص ان في جزء ثيريز وجزء اكاديميك موجود في الموضوع، فبيبدا ياخد الموضوع تراي اند ايرور في مشاريع، في فلوس، في شركه مش شركته. واوقات كتير ممكن الشخص ما يكونش مؤهل لحاجه زي دي، فطبعا ده يدمر الشركه ويدمر المكان. ولو بيدي صورة، للأسف بيدي صورة إن البيم ده حاجة مش كويسة، وفي نفس الوقت الجزء الأكاديميك ما هوش كافي إن هو يحقق الـ requirements اللي إحنا كناس practical أو مشاريع، أو خلينا نتكلم باللغة الدارجة في السوق، كفلوس محتاجينها. الميكس ما بين الاتنين مهم جدا، مهم جدا إن اللي يكون شغال على مشروع وبيطبق فيه جزء بيقول عن منظومة البيم، لا من أصغر حد شغال لأكبر حد شغال، هي زي بازل، ما ينفعش إن بيس واحدة من البازل يكون فيها مشكلة. فالديفينيشنز والأندرستاندينج ده الكل محتاج يكون متفق عليه، وبعدها كل واحد بيبدأ في مكانه وفي دوره بيبدأ يشتغل. لو جينا نقول لو أنا عايزة أعمل ديفينيشن للبيم، ما نقدرش نقول إن في ديفينيشن للبيم، لان الديفينيشن ده بيتغير من مشروع للتاني،
لان احتياجاتك في كل مشروع بتختلف من واحد للتاني، ولكن نقدر نقول ان في اساسيات للبيم، برنسبلز للبيم، لكن ما تقدرش تقول انه انك ما تقدرش تطبق التايم ده على كل مبيع. عشان كده ما تقدرش تقول ان هو ليه ديفينيشن ثابت، ولكن تقدر تقول ان هو من الحاجات اللي بتهتم جدا بالتيم ورك. تقدر تقول ان هو ما هوش ابجريد للكاد. لو احنا جينا قلنا ان فهنتكلم عليها في الماتيوريتي، ولكن الديفلوبمنت اللي بيحصل في مجال الكونستراكشن ما ينفعش نقول ان البام هو ابجريد للاوتوكاد، لان الاوتوكاد كان في سكه والبام بيتكلم في سكه تانية خالص. لو انت عايز تقول انا عملت ديفلوبمنت للاوتوكاد كدروينج، والله لو انت استخدمت سوفت وير مثلا زي الريفت زي الاركيكاد، فانت كدروينج قدرت تعمل ديفلوبمنت، بس انت كده ما طبقتش بيم، انت طبقت جزء اسمه تكنولوجي من البيم. فالمهم جدا انك تكون فاهم ان البيم ده معناه ان انا اكون بتكلم على كل البروجكت فيزز، بتكلم على اللايف سايكل بتاعت المشروع. واللايف سايكل دي مش معناها ان انا سلمت المبنى، لان تسليم المبنى في حد ذاته ده معناه ان انا ببدا مرحله جديده. لو هنتكلم بالمصطلحات اللي الناس كلها بتشتغل بيها، حد عمل كونسبت وتطوره بقى سكيماتيك، عمل ديتيل ديزاين، عمل ايشو فور كونستراكشن، عمل اسبلت وسلم المبنى، هل كده الموضوع خلص؟ هو لسه عنده فاسيليتي مانجمنت، وده الجزء الكبير من الفلوس هو اللي بتصرف. لو قلنا ان المبنى زي مثلا قعد يتبني 4 سنين 5 سنين، بس المبنى ده هيفضل قائم لمدة 100 سنة، فمين يقدر يضمن ان احنا نقدر نحافظ على المبنى ده لمدة 100 سنة؟ لانك مش منطقي ان حد بيعمل مبنى علشان يقومه او يفضل شغال 4 5 سنين وبعدها المبنى مش شغال، يجي يغير حاجة لا مش عارفين دي بتتغير ازاي، او مش لاقيين السبير بارتس بتاعتها. فمهم جدا ان المشروع يكون مدروس كلايف سايكل لغايه اما تكون هيتعمل تطوير للمبنى او هيحصل له ديموليشن. فعشان كده البيم ما هوش ابجريد للكاد، الكاد ما كانش ليه دعوه بالكلام ده كله. من الحاجات المهمه جدا علشان نعرف نبص لقدام، لازم نكون فاهمين المراحل اللي مشي بيها الموضوع، لان اكيد اكيد احنا مش فجأة بقى عندنا سيستم او ان الكلام بقى بصورة دي، ولكن دي هي اللي وصلتنا للنتيجة. في جينا سنة 1970 بدأ يقول والله احنا محتاجين نطور شوية الكوردينيشن، محتاجين نستخدم سيستم مختلف، فبدأوا يقولوا على السيستم ده building description system، بحيث ان هما كانوا بيدوا description للelements مش اكتر من كده. لقوا ان في مشكلة ان ناس كتير ما بتقدرش تتخيل الموضوع بالصورة اللي موجودة، عملوا له تطوير شوية فبقى graphical language عشان بس الحاجة تبان. لو شفنا هنا هنلاقي ان البي دي اس والجي ال اي دي لما كانوا بيهتموا بمرحلة الديزاين والاستيميشن فقط، ما كانش ليهم علاقة بأي حاجة. بعد كده التطوير حصل فبدأ يكون في بيلدينج برودكت موديل، وده بقى يعتمد على ان هو مدخل الفيز بتاعة الكونستراكشن في السايكل معاه. فطبعا بدأ يكون في استيميشن افضل، فبدأ يكون في انتر اكشن ما بين الناس افضل. وده كان سنة 89. سنة 90 خمسة في سنة 90 في النص دي كانت بدأوا يتكلموا على ان جينيريك بيلدينج موديل، فبدأ ان يقول لا طب احنا محتاجين اللايف سايكل كاملة، محتاجين نكون مهتمين يعني في اهتمام بكل الفيزز اللي موجودة. وده اللي بما يسمى البريبم، قبل ما يكون البيم معروف بالصورة اللي بقى متعارف عليها دلوقتي، لغاية لما وصل للمسمى ده. وده كان في أواخر الثمانينات يعني من 30 سنة تقريبا، ولكن الرينوفيشن اللي حصل وإن استخداماته ظهرت جدا جدا في آخر 20 سنة. وده أمر طبيعي جدا إن كل حاجة لما بتبدأ ويحصل لها تطور. لو أخدنا بالنا التطور اللي هنا
ما ارتبطش خالص بكلمة أوتوكاد، هو ارتبط بطريقة تطبيق وبطريقة فهم للكونستراكشن. ما تكلمش احنا كنا بنرسم ايه وبقينا ايه، ما تكلمش في تفاصيل، هو اتكلم في طريقة مانجمنت للمشروع. كان بيتعامل مع بري كونستراكشن وكونستراكشن، وبعدين قدر يستوعب ان المراحل دي مش هتكون كافية، فبقى لا احنا محتاجين كمان ندخل البوست كونستراكشن. من هنا بقى لازم يتفهم البيم ماتيوريتي. البيم طبعا بيتطبق في دول كتير جدا جدا، وبقى فيه ستاندردز كتيرة جدا، ولكن من أقوى الستاندردز وأكتر الحاجات اللي ماشية بسيستم ومفهومة شوية اليوكي، الحاجات اللي جاية الانفورميشن بتاعتها من إنجلترا، وإنجلترا كمان من أوائل الدول اللي فرضت حاجة زي كده. شهر ابريل 2016 بدأوا ان يقولوا لا يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها ان ما فيش حاجة مش هتتعمل بم، لازم الشغل كله يبقى بم. وبدأوا ينزلوا زي كده مش كورسز، ولكن بدأوا يشرحوا للناس وبدأوا يوصلوا للناس عشان يعملوا البيز القوي. هو في مش واضح ولا صوت واضح دكتور؟ مشكلة عند حد واحد؟ لا صوت واضح عندنا كلنا. لو حد عنده صوته مش واضح هنكتب. طيب تمام. فبدأ من الحاجات المهمة جدا ان يتعرف الماتيوريتي دي، ازاي البيم نضج ووصل للصورة اللي موجود فيها دي. من الحاجات الجميلة جدا اللي موجودة في السكيم دي، السكيم دي موجودة في اليو كي بيم اليانس بتاعت 2018. لما جم يتكلموا على ليفل زيرو قالوا ان ده نان بيم، ده ما اسموش بام، ده احنا كده كنا في مرحله كنا شغالين الاول، كانوا زي زمان لما كانت الناس بتقعد تشتغل وتحبر وترسم وتلاقي المهندس نايم على اللوحه علشان يخلص اللوحه، وبعدين بداوا يعملوا 2D على الاوتوكاد، ولكن ده ما اسموش بام، عشان كده هم مسميينه نان بام. فبلاش احنا ناخد المصطلح ده ونقول ان احنا ليفل زيرو بام، لا احنا ممكن نسميه يو كي ليفل زيرو، ولكن نكون عارفين ان هو نان بيم علشان الامور ما تختلطش، وعلشان ممكن الناس اللي بقى لها كتير في الماركت واشتغلت في مكاتب كتير وتعلمت حاجات كتير ممكن الموضوع ما يختلطش عليهم. ولكن انا بتكلم لطلبة الجامعة اللي لسه متخرجة او لسه اصلا لسه بيدرس، بلاش نلخبط المفاهيم دي عندهم، لان هم دول اللي كمان 4 أو 5 سنين هيكونوا مسؤولين ببوزيشنز كويسة في مكاتب، وهيبقى عندهم مسؤولية تجاه الكلام ده. فللأسف لو احنا بدأنا ننشر مفاهيم غلط نتيجة ان بنستعين بالاكسبريشن هنكون بنضر الناس دي. فالاكسبريشنز دي من الحاجات المهمة جدا. فخلينا نقول ان ليفل زيرو ده ما هوش بيم، سواء الناس اللي كانت بتشتغل على ورقة وبتستخدم القلم وترسم وتحبر والكلام ده كله، او الناس اللي اشتغلت على الاوتوكاد. لما نيجي بعد كده لليفل 1 بدا يقول لا والله احنا ممكن نستخدم 3 دي كاد او نستخدم بيم، ولكن احنا لسه في ليفل 1 فيه، لسه ما دخلناش ان نتكلم على تفاصيله بزياده. ولكن وجود صوره 3 دي سهلت كتير جدا جدا، وده كان الباب اللي بدا منه انه ازاي هنطور او احنا محتاجين ايه اكتر عشان نعمله. دخلنا على ليفل 2، فبدأ هنا ظهرت الاي اللي في كلمة بيم. لغاية ليفل 1 ده احنا بنتعامل في بيلدينج وموديلينج، ما دخلناش في انفورميشن خالص، ما تعاملناش مع حاجة. ايفن الانفورميشن اللي كانت بتكون موجودة على ال 3D موديل ممكن تكون مش بترفلكت اي حاجة، لان ما كانتش بتخرج من السوفت وير ولا حد بيستخدمها بعد كده. ففي الحالة دي يبقى احنا ما استفدناش من وجودها. المعلومة بستفاد منها لما بستخدمها، لكن انا ما استخدمتهاش خلاص بقت considered data loss. الداتا loss دي كانت مشكلة، وفي نفس الوقت كان في مشكلة تانية الداتا duplication، لما بتكون معلومة وتتكرر كذا مرة، فده معناه ان مفيش collaboration، مفيش تعاون ما بين التيمز اللي شغالة. جه ليفل 2 بدأ يحل الموضوع ده، وبدا يدخل الانفورميشن في الموضوع، وبدا يقول ان والله انت ايا كان السوفت وير اللي بتستخدمه ايه، لا احنا عايزين نعمل حاجه اسمها اوبن بيم.
منها بدأ يظهر ان احنا لا والله احنا محتاجين اكستنشن نقدر نستخدمه مع كل الناس، فبالسبب ده ظهر الاي اف سي. طب احنا عايزين نشوف الموديل ونعمل كلاش ديتكشن، طب نطلع كميات، طب نشوف الوقت الزمني بتاع المشروع، طب الكوست بتاعه، كل ده بيندرج تحت ليفل 2 بيم. غالبا دلوقتي ما بين ليفل 1 وليفل 2، والناس المتقدمة جدا هي اللي ممكن تكون في آخر ليفل 2. عشان نقول إن حد دخل في ليفل 3 بيم دي صعب جدا، حتى في يوكي ممكن تكون أماكن لمتت جدا 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 هي اللي بدأت تدخله، لكن ما وصلناش لسه لمرحلة الاي بيم إن يكون انتجريتد بالصورة المتعارف عليها أو الصورة اللي المفروض يكون موجود عليها. ليه؟ لما نيجي عند الجزء الاي بي دي اللي هو الانتجريتد بروجكت ديليفري هنعرف ليه. الناس اللي شغاله في الكونستراكشن هتعرف ليه، ان لسه قدامها شويه على الموضوع ده. ليفل 3 جه بعديه الانتربرايز بيم، انك تكون بتسوشيالايز للبيم، ولكن دي كلها انك تكون خلاص يعني وصلت ان اوبن بيم، وده طبعا لسه شويه يعني. تبريف بدل الماتيوريتي الكبيرة قوي دي، ظهرت الصورة دي، ودي متهيألي إن كل الناس هتكون شافتها. ليفل زيرو الكاد اللي هو نون بيم، وبعدين دخل ليفل 1 زي ما قلنا هيكون فيه 2D و3D، وبعدين ليفل 2 دي اللي قلنا بقى دخل فيها الأسيت، ودخل فيها السيفتي، دخل فيها فاسيلتي، بدأ يدخل فيها حاجات كتيرة جدا. وليفل 3 الأي بيم ده اللي هو الانتجريتد، وده اللي هنتكلم عليه. طيب برضو من المفاهيم اللي محتاجين نثبتها ونبقى معانيها مظبوطة، لو أنا بطبق 6 دي بيم ده ما اسموش ليفل 6، ده اسمه إن أنا بطبق كدايمنشن بيم، بطبق ال 6 دايمنشن ولكن أنا لسه within ليفل 2. فمحتاجين كويس جدا إن يكون في فرق ما بين الدايمنشن اللي طبقه وما بين الليفل اللي أنا شغال فيه. من الحاجات اللي كانت لغاية فترة قريبة الناس كانت بتتكلم عنها هو إن إحنا كنا واقفين هنا، كنا واقفين هنا عند الـ 7D، مع إن الناس ما كانتش بتعدي الـ 7D، لكن بدأ طبعاً طبعاً بيتطور. ممكن يكون لسه ما وصلناش في الميدل إيست، ولكن ده بدأ يكون موجود بره، إنك بدأت تدخل على الـ 8D، وبدأت تدخل على الـ 9D، بدأت تدخل على الـ 10D، ومش عارفة طبعا هم هيوصلوا لإيه. احنا السيشن الجاية كلها هتكون بتتكلم على الناين دي، على اللين كونستراكشن. ميزة اللين كونستراكشن ان هو مش مربوط بس بالبيم، يعني لو حد شغال تراديشنال وطبق البرنسبلز بتاعت اللين وطبق اللين كمانجمنت، هو اكيد مش هياخد نفس النتائج لو طبق البيم، ولكن هياخد نتائج ما ينفعش حتى يقارنها بالتراديشنال. الموضوع هيكون مختلف جدا جدا. هيبدأ يفهم ازاي يرتب دماغه. والموضوع على فكرة يا جماعة هو مش فكرة ان الكلام المحفوظ ان الشغل ممكن يغير في الشخصية وكلام ده كله، بس هو واقعيا لو حد دخل في مجال المانجمنت هيلاقي ان غصب عنه حاجات كتيرة جدا من اللي بيعملها في حياته بيبدأ يشوفها او يرتبها بصورة مختلفة. الموضوع هيكون كويس جدا طبعا، افضل لما بيكون مرتبط بالبيم يعني. طيب ليه احنا محتاجين البيم؟ ناس كتير قوي تبدا تقول لك والله لو انا بتكلم على سكيل مكتب مثلا، يا جماعه احنا المكتب الفتره الجايه احنا هنشتغل بيم. طب ازاي هنشتغل بيم؟ هو هنشتغل بيم كده خلاص، حد قرر ان هنشتغل بيم والموضوع اتقفل على كده. طيب لازم اللي ياخد القرار ده يكون فاهم هو ليه هيشتغل بيم. انت عايز تشتغل بيم عشان توفر وقت. طيب هو انت لو جبت الناس اللي عندك وبدات تقعدهم واديتهم مشروع من غير ما توفر لهم الريكويرمنتس اللي الناس محتاجاها عشان تقدر تعمل الامبلمنتيشن مظبوط، يبقى انت كده ما وفرتش وقت، انت ضيعت وقت، لانك فرضت على الناس تاسكس هي مش اوير ازاي تنفذها. فانت لازم يكون عندك بلان، ومن البلان دي تقدر تفهم انت ازاي هتوصل للكلام ده. فانا بقول ان انا عايزه اطبق البيم عشان
هوفر وقت واوفر مجهود واوفر فلوس واعلي كواليتي الشغل. عشان اوصل للحاجات دي لازم يكون عندي بلان. ما ينفعش حتى لو كاشخاص، يعني ما ينفعش النهارده والله انا كساره انام اصحى انا الصبح بقيت بيم سبيشالست، انتي اصلا مهندسه كهرباء، لا يا جماعه انا بقيت بيم سبيشالست. الناس ما تدورش على الاسامي، الناس ما تدورش على التايتلز، دور انت فعلا بتعرف تعمل ايه. ومفيش حاجه اسمها انت مهندس بيم وبس، يعني ده مش حاجه. فبالذات الشباب الصغيرين بلاش تجروا ورا ان البيم هو الترند، فخلاص احنا لازم هنشتغل بيم وننسى خالص احنا مهندسين ايه. لا، انت اصلا ليك ميجر زي ما الناس كلها بتشتغل، في ميجر وفي ماينر. ممكن الميجر بتاعك يكون كهرباء، ميكانيكا، معماري، بروجكت مانجمنت، ايا كان، بس ما تنساش ان انت محتاج تطور نفسك في ده، والا هتدخل في مجال للاسف ناس كتير بتبدا تصدر ان هو طول، ان هو هنرسم هنستخدم 3D، فيبدا يوصلك انك تتعلم حاجات اوكي، بس مع الوقت مش هتعرف تتطور فيها. جزء التكنولوجي في البيم ما هوش هو الازمه، وما بيمثلش اكتر من 10%، لان في الاخر هتتعلمه، هو ما فيهوش مشكله، هو سوفت وير 2 3 10 هتتعلمهم، ولكن طريقه التنظيم وطريقه التفكير وطريقه المانجمنت للمشروع هي دي اللي هتكون مهمه. طبعا دي صور من على الانترنت كانت محطوطه كزي جوكس كده، ان ازاي الناس ممكن من غير كوردينيشن مظبوط ومن غير كولابريشن توصل لحاجات الشكل ده، طالع العمود في نص السلم او ان المكان ملوش اكسس. طبعا الحاجات دي الناس في الموقع بتحلها، بس بتحلها بلدي بلدي بفلوس كتير بوقت كتير بلوم على ناس كتير. وممكن يكون حد، يعني انا بحب اتكلم بصراحة جدا، ممكن يبقى حد ملوش بالموضوع خالص ولكن هو اللي يشيل الليلة كاملة. ليه؟ لان هو اللي موجود، مفيش ترتيب ومفيش تنظيم، فده اللي بيوصل للنوع ده من المشاكل. الاكسكيوتيف سامري للكونستراكشن 2025 اللي نزلته انجلترا، ده التارجت بتاعهم، وده نازل من 2016 تقريبا، من ساعه ما فرضوا الموضوع. هي الناس دي عندها بلان، ومش بتقول احنا بنطبق البيم علشان تبيع سوفت وير، لان هو ما بيفرضش عليك سوفت وير. هي الناس دي عندها بلان معين علشان عايزين يوصلوا بالبلد للاحسن. الاحسن ده ان يقللوا الكوست 33%، وان محتاجين الفاستر ديليفري 50%، الاماشنز تكون اقل بنسبه 50%، ويحصل امبروفمنت للاكسبورتس 50%. فالناس حطت بلان وبدات على البلان ده تمشي. السوفت وير مش حاجه وحشه، ولكن ما نحصرش البيم او ما نحصرش شغلنا في السوفت وير، لازم نشوف الصوره الاكبر، ما نبصش على الصوره الصغيره. واول ما اطلع مثلا اثنين او ثلاثه شوت 3D ابقى فرحان جدا بيهم، افرح بيهم، ولكن بص على الصوره الكبيره. بالشوتس دي انت وفرت ايه؟ هل فعلا حليت مشاكل كوردينيشن؟ فالكوردينيشن ده كان هيتعمل في الموقع فكان هيأخر ويكلف، ولا انت مطلع صوره الصوره دي فيك؟ ودي مشكلة موجودة، ان ناس كتير بتبدأ تتعامل مع ال 3D ان عايز يطلع صورة حلوة، لدرجة ان في ناس ممكن بعد ما تطلع الحاجة وتلاقي ان مثلا في كلاش، امر بسيط جدا، يمكن عامل element hide EH اختفى، فانا مطلع زيرو كلاش. فهي بس الموضوع مش ان احنا نطلع شكل حلو، بدليل ان كان في ناس زمان بتشتغل كده بس وبتطلع لوح كوردينيشن هايله جدا. فهو الموضوع مش بس كده، هو الموضوع ان احنا لازم نشوف الصوره الكبيره واحنا عايزين نوصل ليه. من هنا بقى هندخل على البرنسبلز بتاعتي. انا ما ينفعش اقول ان البيم هو البيبل بس، لا، هو بيبل وتكنولوجي سوشيال اند بزنس. بيبل دي من اول الكلاينت، اللي لازم ابقى مفهم الكلاينت
هو محتاج ايه في البيم. يعني ما ينفعش يكون عندي كلاينت عنده فيلا واقول له والله شوف ده انا هديك بيم لغايه 7 دي. انا كده بضحك على الراجل، لان بكل بساطه السكيل بتاع المشروع بتاعه مش محتاج كده. فلازم تكون فاهم طبيعه المشروع، ومع الكلاينت تبدا تكون بتتكلم بصوره واقعيه. يعني ولا ان احنا نفرش له ورود وان الدنيا جنه قوي فهنديك اكتر بكتير، لان هو الراجل ما ينفعش يدفع الرقم اللي يدفع في حاجات هو مش محتاجها. فالاونر ليه احترامه كانفورميشن بتديها له. الديزاينر اللي شغال حلو جدا انك تشتغل تطلع كواليتي اعلى، ولكن في مبدا enough is enough. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اخر تسليم الشغل اسبوع 10 ايام واقول له انا مديك انفورميشن زياده والانفورميشن دي يبقى مش هيستخدمها. لا، لازم انا كديزاينر او كانجينير حد موجود في المشروع لازم ابقى عارف السكيل اللي انا شغال فيه ايه وايه المطلوب مني اني اطلعه. اوفي المطلوب مني وعندي وقت زياده، مفيش ما يمنع ابدا انك تعمل امبروفمنت وانك تطلع حاجه احسن. ده جميل جدا. وفي نفس الوقت لازم نكون فاهمين ان مفيش شخص لوحده هو المسؤول. يعني ما ينفعش اقول والله الكلاينت عايز كده، هو الكلاينت عايز كده ممكن يكون عنده مشكله انه مش عارف غير كده او دي المعلومه اللي عنده. فلازم انت دورك انك توصل له. الحد شغال بس لسه في بدايه حياته، ما ينفعش ارمي عليه مسؤوليه اكبر. فعنصر البني آدم هو اللي بينجح أو بيفشل. وناس كتير جدا جدا حطت إن 90% من نجاح البام هو معتمد على البام، على سوري على البيبل وعلى السوشيال والبزنس، لأن هما دايما مربوطين ببعض. لو اتعمل understanding والكلاينت فهم إيه الميزة اللي هياخدها من تطبيقه للبام بمختلف السكيل اللي موجود كمشاريع، الكلاينت هيطلب البم. طيب لما الكلاينت هيطلبه المكاتب او الشركات الاستشاري مش هيقدر يرفضه، فهيبدا يفرضه، هيبداوا يفرضوه. طب احنا عايزين نعمل لايف سايكل كامله، فهيبدا الستيك هولدرز وهيبدا الكونتراكتورز يدخلوا في اللوب، فهتلاقي ان الموضوع بيكبر بيكبر والناس هتبدا تتعود عليه. فعشان كده 90% من نجاحه معتمد على دول. طيب التكنولوجي جزء مهم جدا لكنه ما بيمثلش اكتر من 10%. دلوقتي في برامج سوفت وير كتير جدا جدا، وزياده عليها دلوقتي دخل موضوع الاوتوميشن، وبقى اي ريبيتيشن اوف ورك نقدر نعمله بالاوتوميشن. فجزء التكنولوجي مش هو، يعني مش هو اللي عامل المشكله دلوقتي، هو محلول وموجود ومستني الناس اللي تطبقه صح. هو البرنامج مش هيطلع ديزاين صح، هو البني ادم اليوزر اللي بيستخدمه هو اللي بيقول له يعمل ايه. لو انت مدخل بالقاعده العامه المعروفه ربش ان ربش اوت، يعني انا مسكت سوفت وير وحطيت الحاجه غلط وحطيت دوبليكتس، يعني جيت فرشت مكان وقمت حاطط على كل حاجه مرتين. طيب لما هاجي اطلع كوانتيتيز هتطلع غلط. في الحاله دي الغلط غلط مين؟ غلط يوزر ولا غلط سوفت وير عد؟ هو السوفت وير عد اللي عنده، ما عملش حاجه، اليوزر هو اللي حط غلط. فهنلاقي دايما ان احنا هنرجع تاني ان البيبل والسوشيال والبيزنس هما الاساس عشان ينجح. المشاكل اللي بتواجه الامبلمنتيشن البيبل زي ما اتكلمنا عليها، لازم الناس تكون فاهمه البيز وتبدا تاخد البيز ده وتطوره. ما ينفعش اني ابقى مقتنعه ان، وده للاسف اتصدر من اماكن كتير، مع احترامي طبعا لكل السنترز اللي بتدي كورسز وقد ايه دورهم مهم علشان الناس اللي بتتعلم، ولكن ما ينفعش اني اوحي للي داخل السنتر عندي انا هطلعك بيم مانجر. ممكن يكون حد لسه فريش، يعني هو البيم محتاج اكسبيرينس من مشاريع واكسبيرينس تعامل واحتكاك بناس وشغل، لكن السنتر يقول له انا هطلعك بيم كوردينيتور، انا طلعت بمانجر. يدخل المهندس ياخد له كورسين ثلاثه ويطلع، انا بيكتب في السي في على طول انا بيم كوردينيتور. فللاسف في نوع من الناس بتضحك على فئه تانية من الناس،
وبتستغل انه ما بيدورش، فلا دور واعرف المعلومة كويس وبعدين ابدأ اشوف الكلام ده واقعي ولا مش واقعي. في اماكن تانية محترمة جدا جدا تبدأ تقول لك ان لا انا بعلمك تول، انا بعلمك سوفت وير، لكن الخبرة بتاعتك من المشاريع في كده وفي كده. المهم ان اللي بياخد حاجة يكون مدور على ريفرنس، بلاش قالولي بيقولوا، لا في ريفرنس للموضوع. والحمد لله المجال بقى فيه ناس كتيرة جدا جدا على قدر كويس جدا من الفهم تقدر ترجع لهم، وناس كلها على خلق يعني، لو لجأت لحد منهم ما بتبقاش مشكلة. الجروبس اللي بتكون موجودة، الانفورميشن اللي الناس دلوقتي بتشتغل بيها مع بعض، فالمعلومة ما بقتش صعبة زي زمان. زمان الموضوع كان صعب جدا، عدد الناس كان قليل، وكان عشان توصل لريفرنس كان حاجة الموضوع صعب جدا، لكن الحمد لله الأمور دلوقتي بقت أسهل. فبلاش الناس تسيب حد يضحك عليها. نوت سوفت وير مهمة جدا، لو حد قال لك أنا عايز مهندس بيم وأنت قلت له أنا بشتغل 3D ووافق بيك، عارف إن هو فاهم البيم غلط وهيأخرك، مش هيخليك تمشي لقدام. البيم مش اوفر هيد، هو بيكون اوفر هيد لما الناس بتستخدمه غلط. لو ضيع شهور في ان يعمل موديل، ولكن الموديل ده مش كوردينيتد، موديل اترسم غلط فما قدرش يطلع منه كميات، ما عرفش يحط الكوست بتاعته، ما قدرش يربطه بالبلاننج. في الحاله دي لو انا كان الهدف بتاعي، لو قلنا ان كان حد عامل بيم اكسكيوشن بلان وكان هدفه ان والله هنطلع هنكمل لغايه الاخر ونطلع منه شوب دروينج، لا انت كده مش هتطلع منه اي حاجه ولا حتى لوح ديزاين. ففي الحاله دي هو بقى اوفر هيد، ولكن انا مش بعمل البيم علشان اوصل لده، فده كده مس امبلمنتيشن، اتعمل امبلمنتيشن بطريقه غلط. بروجكت تايب من الحاجات اللي الناس بتقولها وانا مش عارفه لغايه دلوقتي مصدرها ايه، ان البيم ما ينفعش مثلا في سكيل فيلا. مين اللي قال البيم ينفع من اول ما هكون هعمل جارد روم؟ ولكن اللي انا هطبقه كبيم في جارد روم مش هو اللي هطبقه في سيتي كامله، او هطبقه في بيلدينج تاور حاجه كوميرشال. ده ليه سكيل وده ليه سكيل، فما فيش حاجه تقول ان انا لو بعمل مشروع صغير اني ما اطبقش بيم، لا هطبق بيم بس خلينا نسميه ليتل بيم او سمول بيم، بيم بشروط معينه. وكل ما سكيل المشروع ما بيكبر كل ما بحتاج اطبق حاجات اكتر. الكرنت سيتويشن مهم جدا نفهم وضعنا اللي موجود دلوقتي عشان نقدر نحط بلان للي جاي. ما ينفعش اضحك على نفسي كمهندس واقول انا بيم مانجر لو انا عارف ان انا قدراتي مش اكتر من مثلا موديلر ومحتاجه اطور نفسي عشان اكون بستخدم كذا وكذا وكذا وافهم. لازم ابقى عارف انا فين ورايح فين. نفس الكلام على الشركات، ما ينفعش اكون عارف ان انا قدرات الشركه بتاعتي سكيل اكس واخد انا اكس وواي وزد، هضيع الناس اللي معايا وهضيع الكلاينت وهضيع شركتي. الريسك ده من الحاجات اللي لازم الناس تكون فاهماها كويس جدا. وكل حاجة فيها ريسك. لما انت بتبدأ تطبق البيم بتبدأ تعرف ان فيه شيرينج للريسك. ما ينفعش نرمي اللوم على حد واحد لان الناس كلها بتشتغل مع بعض، فلازم الناس تكون متعاونة ويكون تيم وورك، مش ان كل واحد يبقى هدفه انه يطلع المشكلة عند الطرف التاني. الاويرنس بلاش، ده اللي كنا بنتكلم فيه، قالوا وبيقولوا لا، لازم الوعي يكون موجود والناس اللي تكون بتدي المعلومة تبقى فعلا عندها المعلومة مظبوطة. بلاش ان كل واحد يدي المعلومة من وجهة نظره، لان ده علم، هو مش موضوع وجهة نظر. وجهة نظر دي في حاجات تانية بس في ده مش هينفع. البروجكت جولز، ودي من الحاجات اللي بتكون موجودة في الاكسكيوشن بلان، وانا متأكدة ان في سيشنز كتير اتاخدت في اريبيا وناس كتير كلمت الموضوع. فمهم جدا يكون الاستشاري خاون المقاول، والمقاول عارف ان اللي عنده ده بيسرق. يعني السكه دي لازم نخلص منها، مش هينفع تكمل. احنا المفروض بندور على تيم وورك، مش بندور على مين بيسرق مين. نيو بوزيشنز،
في ناس خبرتهم 15 20 30 سنة، الناس دي دورها مهم والبام مش بيلغي دورها، دي نقطة مهمة جدا. أما بالنسبة للناس اللي يعتبر أعمارها صغيرة بالنسبة للناس دي، ما ينفعش يبقى حد عنده خبرة مثلا زي 10 سنين 15 سنة وهو البام مانجر في مكان. هو مش معنى إنك بتعرف حاجة مش موجودة عند المهندس أو الإكسبيرينس الموجودة 30 سنة إن أنت أحسن منه، هو أنتوا بتكملوا بعض، فلازم دي تكون موجودة عند الطرفين، إن الطرف الكبير يبقى عارف إن دوره مش مهمش وإن دوره مش نجلكتد، لأ أنت زي ما أنت، ولكن بقى في حاجة جديدة محتاجين نعمل انتجريشن ما بين الاتنين. التكنيكال ما ينفعش نعمله نجلكت، لأن إحنا مش بنشتغل بيه عشان نطلع صور حلوة أو فيديوز حلوة، وفي نفس الوقت الناس اللي اوريدي تكنيكال شغالة لازم تعرف كويس جدا إن بقى في طريقة جديدة محتاجين نعمل بيها الشغل عشان نوصل للهدف بتاعنا. فالسكسس كبم بيعتمد على الناس، السوشيولوجي والتكنولوجي والبروسيس، الأربعة مع بعض. ما ينفعش ناخد تكنولوجي بس، هي للأسف الفوكس كله موجود على التكنولوجي، فعشان كده بنقول لا هو لازم كله مع بعضه. طيب البين بروسيس، لو قلنا، لو افترضنا ان البين بروسيس ماشيه مظبوطه والدنيا تمام، بس احنا مش هينفع ان البام يقف على كده، ولازم يحصل له حاجه اسمها انهانسمنت، تحسين. ده اللي ظهر في الاي بي دي، الانتجريتد بروجكت ديليفري. طيب ايه الهدف منه؟ هو الهدف منه ان الناس مع البروسيس مع السيستم مع التالنتس اللي موجوده، اي حد انفولفد في الموضوع، يكون الناس كلها على نفس البيز وتبدأ تريديوس أي ويست موجود في المشروع. وهنتكلم على موضوع الويست ده بالتفصيل علشان يوصل في الآخر للنتيجة اللي عايزها. الصورة اللي موجودة دي هنا الكاد بيشتغل لينير، بمعنى إن في تاسك بتبتدي تخلص التاسك اللي بعدها تبدأ بالسيكونس ده. البن جه قال لك لا، احنا بنشتغل parallel tasks، في حاجات كلها كتير ماشيه parallel مع بعضها، ولكن الانتجريتد كونكرنت، بمعنى انك مش هينفع انك ثانيه واحده، الانتجريتد مش بس parallel، لا ده انتوا بتدخلوا الليفلز كلها في بعضها بحيث ان يشيل اي ويست من المشروع. طب الويست ده ايه؟ ده هو حاجه تايم كان كونسيومد، كوست كونسيومد، وحاجات تانية لسه هندخل فيها، ولكن دول اكبر اتنين موجودين، ان وقت وفلوس. فلما يحصل الانتجريشن ده وان الناس كلها تكون شغاله مع بعضها، بالذات تشتغل من الاول مع بعض، يعني ما ينفعش ان مثلا والله الكونسلتنت بدأ ولما هنطرح التندر هنجيب المقاول، والمقاول ياخد المشروع وبعد ما ياخده هبدا ادور على الستيك هولدرز، في حين ان ممكن انبوت من واحد من الستيك هولدرز يغير حاجه كبيره جدا في المشروع. حاجه من زي مثلا لما حصل الريس بتاع ال اي دي لايتنج فيكتشرز، كان وقتها الناس كلها بتستخدم الكومباكت فلورسنت والفلورسنت العادي. وقت ما ال اي دي ظهر ما كانش كله بي بي بيشجعه، في مرحلة من المراحل حصل ترانزيشن ان كله تقريبا بقى ال دي. طيب لو المشروع معمول تندر ومتسلم والدنيا تمام على فلوريسنت، فهنا الراجل ده لو بنى واستخدم الفلوريسنت هيجي بعد 10 سنين 15 20 سنة مش هيعرف يغير، مش هيعرف يغير اللمبة بتاعته. ليه؟ مستخدم يونتس بيلت ان وفلوريسنت. طيب تكلفة ده قد ايه؟ كتيرة جدا، في حين ان لما نكون ستيك هولدر مع كونسلتنت مع كونتراكتور مع الاونر مع اي سبيشالست، الناس كلها من الاول بتناقش المشروع وبتدسكاس الفاليوز بتاعت المشروع، ده هيبقى لمصلحته. ده مش معناه ان حد اشطر من حد، ولكن احنا بنعمل انتجريشن ما بين كل الانفولفد بارتيز. بدأ يكون في بيزكس، ولو اي بيزك من دول اتكلمنا عليه
هنلاقي ان هو بيحل مشكله هي فعلا براكتيكال موجوده في الماركت، وفعلا بتسبب تاخير في الشغل. يعني ميوتشوال ريسبكت وتراست. في مشكله ما بين دايما الاستشاري والمقاول والسبلاير، وده ما عندوش ثقه في ده، في حين ان المفروض ان نجاح المشروع هو نجاح لكل الاطراف، وان لو لا قدر الله المشروع فيه مشكله كل الاطراف بتسمع فيها. ما ينفعش نجلكت ان مثلا والله انا كاستشاري انا عملت الديزاين مظبوط فانا ماليش دعوه. ايوه، بس هو في الاخر مشروعك، وفي الاخر انت لازم تكمل عشان تضمن للكلاينت انك حققت له اللي انت اتفقت معاه عليه. فالسكوب مهم، وفي نفس الوقت الانتجريشن مهم. البنفيت متوزعه على الناس كلها، انا كاستشاري او كمقاول او حتى سبلاير هستفاد من الريورد اللي هيحصل من نجاح المشروع. الكولابوريشن والديسيجن ميكنج، الانفراد بالراي من غير ما ادرس رد تاثير القرار ده على الباقي ده بيبهدل. بمعنى ودي بتحصل كتير قوي في السايت، اوبننج مثلا للام اي بي كانت منسيه مثلا، وجي واحد يا جماعه عايزين نعدي من هنا، دكت عايز كام في كام؟ عايز 60 في 40، كسر يا سيدي وعدي. طيب كسر هنا وكسر هنا وكسر هنا من غير ما يرجع للانشائي، ايه الانشائي بعد كده بيصوت له وانت عملت لي مشكله. طيب ما حلش كده، هو كده بقى هيحصل ايه؟ هيعيد شغل ويبدا يشوف يعالج المشكله ازاي. في حين ان لو كان حصل كولابوريشن والقرار لما اتاخد قرار مظبوط كان هيبقى في غنى عن ده كله. الـ early involvement الـ key participants، ما ينفعش ان ابقى عارف ان مثلا في سبيشاليست مدرسة وفيها لابس، مثلا في سبيشاليست للكيمستري لاب وللفيزيكس وللبيولوجي، في حد هيكون مسؤول عن السبيشال سيستمز دي. طيب ارجع له، يعني ايه الحكمة من انك تفرض ديزاين وانت عارف ان هو ملوش اساس من الصحة، في حين ان في حد موجود هو المسؤول عن حاجة زي دي وعنده نو هاو؟ ما فيهاش مشكلة ان البارتيسيبنتس كلها تكون موجودة. الايرلي جول ديفينيشن دي من الحاجات المهمه جدا، ان احنا هنيجي في الاكسكيوشن بلان بنقول ان احنا ايه اليوزز بتاعتنا وايه الجولز بتاعتنا، فيبقى الناس كلها عندها نفس التارجت من الاول، ما يبقاش كل واحد بيتكلم في سكه مختلفه عن التاني. هتلاقي نفسك دخلت انك بتعمل بلاننج محترم، كوميونيكيشن محترم، على اساسه بتختار تكنولوجي مظبوطه، علشان على الاقل لما تيجي يحصل انتجريشن ما بين الناس وبعضها تبقى عارف والله انا المفروض ساي هدي الشركه اكس اي اف سي، بس انا مع الشركه واي بتعامل معاهم بياخدوا مني ار في تي. فمهم جدا جدا انك تختار تكنولوجي مظبوطه والناس كلها تكون متفقه عليها، اورجانيزيشن وليدرشيب، بحيث انك تقدر تطلع المشروع مظبوط مترتب معروف انت بتعمل فيه. في اديشنال برنسبلز زي ما البن بيتعملوا انهانسمنت بالاي بي دي، الاي بي دي نفسه عنده بيزك برنسبلز الاساسيات اللي المفروض باي ديفولت تكون موجوده، وبدا يكون عنده اديشنال برنسبلز. بدا يقولك مش بس هتحط الكي بارتيسيبنتس، لا زود الستيك هولدرز، خد بالك من العقود زود فيها بنود كذا وكذا وكذا وكذا. انت بتحط اوبجكتيف لكل فيز، لا حط كمان الاوفر اول بروجكت اوبجكتيف. الديسيجن ميكنج اعمل له بروتوكول، انتوا بتقعدوا على ترابيزه واحده وبتتكلموا، ولكن هتعمل سيستم تمشي عليه الديسيجن ميكنج. فبدا يعمل انهانسمنت. طيب ده مش كلام نظري، ده كلام كل امثلته ما بتجيش غير من البراكتيكال لايف. لكن لو انا اعتمدت على البراكتيكال بس، الموضوع بيدخل في تراند ايرور. تراند ايرور في مشاريع بفلوس يعني خساره وقت وفلوس وريسورسز، في حين ان لو احنا عملنا الميرج ما بين الجزء الاكاديميك والجزء البراكتيكال عشان نوصل منهم للبروبر واي، ده اللي هيكون في مصلحه الشركه والناس والمشروع وكل الانفولفد بارتيز. السلايد دي بتوضح الريليشن ما بين البيم والاي بي دي. هنا الديزاين والكونستراكشن بروسيس اهي، البيم ليه انبوت والاي بي دي ليه انبوت، عشان هما الاثنين في الاخر يوصلونا للحاجات دي.
نحن الكوست بتاعنا يكون مظبوط، يوصل للمينيمم، يحقق الماكسيمم في البروفيت، السكادجولز بتاعتك تكون مظبوطه، الريتيرن اون انفستمنت تبدا فعلا فعلا تمشي as the plan. بالعكس انت ممكن كمان بشويه انهانسمنت تبقى احسن من البلان. سيفتي، البرودكتيفيتي، والريليشن شيبس، ودي كلها حاجات المفروض ان انا بقيس منها، زي ما بتقيس مثلا كي بي اي لحاجه، هنا كمان بتقيس البروجكت بيرفورمانس ميجرز، بقيس مدى نجاح المشروع بالحاجات دي. الاي بي دي والبيم كانتجريشن مع بعض على البروسيس بيدوا النتائج دي. احنا كان في سلايد كنا بنتكلم فيها على الدايمنشنز، هرجع لها. هنا احنا قلنا ان الناين دي هو اللين كونستراكشن. انا طبعا مش بسكيب كل الدايمنشنز دي، ولكن ده الكور بتاع السيشنز بتاعتنا. اكيد السيشن الكورسز الثانيه اللي اتاخدت في بيم اريبيا كانت بتتكلم على الدايمنشنز الثانيه، ولكن احنا من دلوقتي الكلام اللي جاي كله هيكون على اللين. هنبداه من النهارده من دلوقتي وهنكمل فيه باشمهندس صار الصوت كده. الصوت رجع تاني؟ تمام. كان مهم جدا قبل ما ندخل على اللين كان لازم نوصل لليه احنا عايزين اللين، ليه محتاجين محتاجين نكون فاهمين البيزكس كبم وكاي بي دي من البرسبكتيف من المانجيريان، مش برسبكتيف تراند ايرور اللي ممكن تكون اكسبريشنز مخلوطه او مفاهيم مش مظبوطه. ف لو انا هتكلم على اللين، ايه هو اللين؟ هو طريقه بكل بساطه، هو طريقه مانجمنت بيتارجت فيها البروسيس بتاعتك كامله، بيغير في الورك فلو علشان يشوف اي حاجه ملهاش لازمه او اي حاجه بتؤدي لتاخير او بتسبب ويست يشيلها. ده بكل بساطه الجنرال اوفر فيو بتاعه. طيب اللين اصلا لما بدا في مجال المانيفاكتشرنج، ولكن لما اثبت ان بيحقق نتائج اكسترا اوردينري فبداوا يقولوا طب احنا ليه ما نستخدمش اللين ده في مجالات تانية بحيث ان احنا نحقق بيه نتائج كويسه. لما بصوا للاساسيات كلين كبنفيتس لقوا ان اللين بيعمل سيفنج كوست وسيفنج تايم، وبيحقق الكاستمر ساتسفاكشن، وبيعمل حلول المشاكل بطريقه انهانسد، وبيخلي القرارات تتاخد احسن. طيب لما اللين يكون بيعمل كل ده في مجال الكونستراكشن، احنا عندنا المشاكل دي كلها، عندنا مشاكل في هدر الفلوس، هدر الوقت، الكلاينت بيبقى طالب حاجه وللاسف بياخد حاجه تانيه خالص، المشاكل لما بتتحل بطريقه بنسبه كبيره بتكون غلط، فبتكلفنا وقت وفلوس ومجهود، فالقرارات لما بتتاخد بصوره غلط. طيب يبقى احنا كده لو احنا اخدنا اساسيات البيم اساسيات اللين وطبقناها بدل ما هي في مجال المانيفاكتشرنج، بدانا نشوفها ازاي زي ما تكون تعملها اسقاط وتشوفها ازاي دي في الديزاين والكونستراكشن هتطبق، يبقى هتاخد البنفيتس اللي هي اصلا نفس الريكويرمنتس او نفس الاسباب اللي بسببها بدا يدخل البم. اول اللين ما ظهر كانت شركه تويوتا بتاعت العربيات هي اللي عملته. الناس دي فضلت تشتغل من سنه 1912 لغايه 1990 بتشوف ازاي تعمل السيستم ده، لغايه لما وصلوا للماتيوريتي وبداوا ينزلوا كتاب اسمه ذا تويوتا واي، هو 14 برنسبل، وبقى خلاصه المجهود بتاعهم كله في 14 برنسبل، ودول اللي هنتكلم عليهم المره الجايه. انك انت كده طبقت اللين سيستم مظبوط. بس ليه الناس بدات تتجه للين؟ شركه تويوتا لما بدات تشتغل في الموضوع ده كان عندهم اكبر، مثلا هو مثال في العربيات ولكن ده الحقيقي اللي حصل،
كانت شركة بي ام ومرسيدس محتكرين اللاكشري كارز. صعب جدا انك تدخل في المجال ده. طيب تويوتا عايزة تعمل عربية لاكشري وتدخل الماركت ده، طيب استقروا على ان هم هيعملوا اللكسس علشان عربية جديدة تنافس عربيات اوريدي محتلة الماركت. كان لازم ان يكون في طريقة مختلفة في الديزاين وفي التنفيذ علشان يوصلوا لده، وفعلا ده اللي عملوه. واكبر دليل ان اللاكسس هي بقت من التوب لاكشري كارز الموجودة دلوقتي. وقت الحرب العالمية ووقت الازمات كل الشركات اتأثرت بموضوع البترول والكلام ده كله، وأزمات اقتصادية كبيرة. أكيد شركة تويوتا عدت بأزمة اقتصادية، ولكن هي يعني ما نقدرش نقارنها باللي حصل في باقي الشركات، لأن هو كان بيلعب على إن يعمل stability في السيستم، وده فعلا اللي قدر يوصله. بدأ يحط البرنسبلز بتاعته ونزلت في الكتاب في سنة 2004، ومنها بدأت الناس تاخد طول والله احنا البرنسبل ده بيقول كذا، وده في المانيفاكتشرنج بيتطبق بالصورة دي، ولكن احنا كديزاين وكونستراكشن ممكن نطبقه بالصورة دي. وبدأ يقول ان احنا لو احنا عايزين نعمل بريف ان انا هطبق سيستم اللين، ممكن اتكلم في خمس ستيب. اشوف الكاستمر نيدز الاول، زي احنا كده ما بنقعد مع الكلاينت في بداية المشروع وتبدأ تتكلم معاه ايه احتياجاته. analyze لل value stream، تبدأ تشوف ال value بتاعته هتكون موجودة ازاي. select ال workflow، وللأسف دي من الحاجات اللي بتبقى missed جدا. ما ينفعش كل المشاريع تدار بنفس الطريقة. كل مشروع ليه الكيس بتاعته، وكل مشروع ليه ال workflow اللي المفروض يتحدد مظبوط من بدايته. step 4 ان انا هعمل customer attraction، و 5 اني بعمل continuous support. وده اللي كنا بنقوله، ان انا ما ينفعش مشروع شركة استلمته بدأت تشتغل عليه سلمنا للكلاينت، بعدين الكلاينت ده ما يسمعش عننا حاجة تاني، احنا سلمنا وخدنا فلوسنا فالموضوع خلص على كده. الموضوع مش كده خالص. الموضوع انك لازم تدي continuous support عشان تبني علاقة قوية مع الكلاينت. البرنسبلز زي ما قلنا هنتكلم عليها المرة الجاية، ولكن من الحاجات اللي اتعملت حاجة اسمها تويوتا هاوس. هو الشكل ده عامل زي بيتس شوية. بدأ يقولك دي الأساسات بتاعته اللي هما الأربعة دول، أعلم بس عليهم ده كده. قالك دي الأساسيات بتاعت البيت، زي ما أي مشروع بتبني له بترمي الأساسات بتاعته، وهي دي الأساسات عندنا. الفلسفي إن يكون عندك بيز، عندك فيجن وعندك فلسفي، وبعدين أنت هتختار الفيجوال مانجمنت بتاعتك، إزاي هتعمل ستاندرايزيشن للبروسيس بتاعتك، وإزاي هيكون عندك البرودكشن. ده كده بقى البيز بتاعك. وبعدين طلع بتو كولومز اللي هما دول، دول العمدان بتوع البيت. العمدان بتوعه بدأ يقول لك طب انت هتستخدم الورك فلو انهي؟ طيب انت هتعمل البلاننج ازاي؟ طب هتضمن ازاي انك تفضل ممشي الموضوع بنفس الريت؟ طيب الاوتوميشن هيدخل ازاي؟ لو احنا سمعنا الاكسبريشنز دي اوتوماتيك، الناس اللي شغاله في الديزاين والكونستراكشن هتبدا ترمي على حاجات ريليتد بالفيلد بتاعها. ولكن لما الكلام ده اتعمل، هو اتعمل عشان مانيفاكتشرنج، ما اتعملش علشان كونستراكشن خالص. بس نتيجة ان هو ماتشنج قوي كده فبيستخدم علشان هو بيوفر فعلا. قالت ما بين الاثنين يعني العمدان بتاعت البيت ده هنوصل للكونتينوس امبروفمنت، ان انا هفضل اطور في العمدان دي، تفضل تطول لغاية لما اوصل للتوب اللي انا محتاجاه، ان انا اوصل للبست كواليتي واللوست كوست، شورتست تايم، بست سيفتي، والهاي موراليتي. يعني انا هدفي من البيت ده كله هما في الاخر عشان انا اوصل للحاجات دي. فيبقى كده الهاوس اكتمل. الهاوس بقى ده يتكون ازاي؟ ده اتكون من البرنسبلز اللي جت في الاخر تعمل لها السامري ده.
طيب البام واللين، احنا قبل كده اتكلمنا على البام والاي بي دي وازاي هما كونكتد ببعض. طب البام واللين ازاي هما كونكتد ببعض؟ ده كان داتا اناليسس معموله على نيفيفو واس بي اس اس، دول سوفت ويرز بتعمل داتا اناليسس، بتعمل داتا كولكشن وبتدخل على السوفت وير وتبدا تعمل اناليسس. الاناليسس ظهر ان كبام ولين هنلاقي ان الكوست موجود في الاثنين، تايم في الاثنين. الامبروفد كواليتي كبام هي هي الكاستمر ساتسفاكشن، هي هي انك بتوصل للي انت عايزه بتوفير الوقت والفلوس ككواليتي. السستينابيلتي، البروبلم سولفنج، البيتر ديسيشن ميكنج، الترانزيشن من وان فيس تو اذر، الداتا كنترول. فمن هنا ظهر ان البام واللين علاقتهم قوية جدا. ممكن يكون اللين ما بيدخلش في حتة التكنولوجي، ما بيتكلمش معاك انت بتشتغل التكنولوجي ازاي، والمفروض ان الكبام هو سايب لك اوبن، استخدم اللي انت عايزه. عشان كده في اوبن بام في ليفل 3، انك بتستخدم الاي اف سي عشان تنقل ما بين سوفت وير والتاني. انت عايز تشتغل باني سوفت وير في فري، المهم انك تطلع الداتا مظبوطه. اللين برنسبلز، علشان نفهمها مظبوطه هناخد انفورميشن بسيطه جدا على ثلاثه ثيوريتيكال فاونديشنز موجودين في مجال البرودكشن: الترانسفورميشن والفلو والفاليو. هما اسمهم تي اف في موديل. بحيث ان انت كترانسفورميشن اي اكتيفيتي بيبقى فيها انبوت وبعدين بتعدي مرحله البرودكشن وبعدين اوتبوت. زي كده في مجال الكونستراكشن عندنا الانبوت بيكون الماتيريال والليبر واللاند اللي موجود، الديزاين اللي موجود، وتبدا تدخل مرحله البرودكشن اللي بيكون فيها الديزاين، الاوتبوت بتاعك البيلدنج اللي موجود. الترانسفورميشن موديل في التي موديل احنا ما اتكلمناش على الويست، ما اتكلمناش على التايم، ما اتكلمناش على الفاليو، الاكتيفيتيز اللي ما وفرتش حاجه كانت زياده يعني اديشنال، ما اتكلمناش. ده احنا اتكلمنا على ترانسفورميشن بس. طيب منها هروح للفلو. الفلو ده اهي، انا في ماتيريال كنت بنقل مكان كده، اللي ده وقت في اكتيفيتي بتضطر تتعمل بعد اكتيفيتي ثانيه، فانا اضطريت استنى، فده ويتنج تايم. بعد ما خلصت الاكتيفيتي اكس او اكتيفيتي 1 انا محتاجه اعمل انسبكشن، لان مش هينفع ابدا في اكتيفيتي 2 من غير انسبكشن لاكتيفيتي 1. فبدا ده كمان يقول لك لا، طب ما انا كده كل ده تايم كونسيومد كل ده. فبدا يقول لك انا هقسم الفلو بالاكتيفيتيز بالتايم، على ان انا دلوقتي عندي ترانسفورميشن اكتيفيتي او ان انا عندي اكتيفيتيز نون فاليو ادد، هي مش بتزود فاليو. جزء منها لازم يتعمل له اليمينيشن ونخلص منه، وفي جزء تاني مش هنقدر نستغنى عنه. فقالك طيب يبقى احنا كده هنتكلم على الويست دي، حاجات بنضطر بنخسرها وما بتزود لناش فاليو في الموضوع. زي مثلا waste of overproduction، انت طلعت حاجات اكتر من اللي محتاجها. لو احنا في المانيفاكتشرنج هو يقول لك انك مثلا زي مثلا انت محتاج 100 بيس من دي بس انت انتجت 120، طب ما انت ال 20 دول كده بقى اوفر برودكشن زياده. waste of correction، لو انت مثلا اخترت انك بتنتج بال 50 بيس مع بعض، انتجت 50 بيس وبعدين اكتشفت غلطه صغيره جدا. طب الكوركشن كده انت هتعمل كوركشن لقد ايه؟ لل 50 وبعدين تكمل. في حين انك لو انت مختار ورك فلو من الاول، دي اللي كنا بنتكلم عليها هنا ستيب 3، سلكت الورك فلو. لو انا مختار ورك فلو مظبوط ما كانش هيبقى عندي ويست اوف كوركشن، لان انا كنت في الحاله دي لو انا عارفه ان انا في احتماليه عاليه من الكوركشن، فانا كنت هنتج 1 بيس واشوفها، ولو فيها مشكله هعمل كوركشن ل 1 بيس، الوقت لبيس واحده، الكوست لبيس واحده، وبعدين هقدر انتج الباقي، فالموضوع كان هيبقى مظبوط.
الويست اوف ماتيريال موفمنت. دايما الويست اوف ماتيريال موفمنت مربوط بانك تكون عامل بالويست اوف انفنتوري. لازم يبقى الموقع بتاعي عارفه ايه الماتيريال اللي محتاجاها وايه الماتيريال اللي لسه قدامها شويه عشان يتعمل ارنجمنت. هو مش شطاره اني اجيب ستوك من الماتيريالز كلها عندي في الموقع. مبدئيا انا بس بشغل الستور رومز اللي موجوده، بعطل الموقع لان انا بخلي الموفمنت فيه صعبه. ممكن احتاج سبيس لماتيريالز اهم من الماتيريال اللي انا يعني مخزناها دلوقتي بس ملهاش مكان. وفي نفس الوقت انت محتاج تحافظ على الماتيريال دي، فانت حملت نفسك كوست زياده. فموضوع الماتيريال ده مهم جدا، مربوط بالبروسيسنج والانفنتوري زي ما قلنا. ويست اوف ويتنج، زي الناس اللي بتشتغل بلاننج بتبقى عارفه انه والله ستارت تو اند، يعني فينش تو ستارت، ستارت تو ستارت، فينش تو فينش. لازم ابدا ارتب الاكتيفيتيز عندي باني اقلل الوقت بتاع الويتنج. بلاش احط تاسكس تبقى كلها كتير لينير، والا هنبقى رجعنا كده، هنرجع لدي ان انا كده بقيت لينير، ما بقتش سيكوينشال، ما بقاش عندي الاكتيفيتيز بارلل مع بعضها. لا، انا بقيت تاسك بتسلم الثانيه بتسلم الثالثه. لو ده بقى السكيل الموجود في المشروع فانا كده بخسر وقت كتير. طبعا في اكتيفيتيز لازم نستنى، بس ممكن يبقى بارلل في الوقت ده بنستخدم حاجات تانية فبنكسب من الوقت ده. الفاليو، الديزاينر والكلاينت هما نوعين من العلاقات، الديزاينر مع الكلاينت والسبلاير مع الكاستمر. الكلاينت بيروح للديزاينر يقول له انا عايز 1 2 3، الديزاينر المفروض يسلم الكلاينت 1 2 3. نفس الكلام لما كاستمر بيروح لسبلاير، انا 1 2 3 محتاجهم، السبلاير يرجع له دول. ما ينفعش، ودي موجوده وبقالها كتير قوي، يتحط صوره من الديزاين وصوره من الاسبلت، تحس ان ده حاجه وده حاجه تانية خالص. فين الكلاينت ساتسفاكشن او الكلاينت ريكويرمنتس في الموضوع؟ مش عارفه. في حين ان ممكن يكون اتصرف اكتر من البادجت والوقت اكتر من الوقت اللي المفروض كان يتاخد وما وصلتش للكلاينت ساتسفاكشن، فده معناه ان في بلاننج غلط، في بروجكت مانجمنت غلط. فعشان كده الموضوع مهم جدا ان دايما نكون عارفين النيدز والريكويرمنتس والفاليو اللي انا المفروض هطلعها. كمانجمنت ثيريز هي بتمر بخمس مراحل اللي هما يعتبروا ثلاثه، ببدا بعمل بلان، بنفذ، كنترول، وبقفل. الناس اللي اخذت بروجكت مانجمنت هتبقى فاميليار جدا بالصوره دي. البلاننج بروسيس بتروح للاكسكيوتنج، والاكسكيوتنج للكنترولنج، ودايما العلاقه اللي ما بين الاكسكيوتنج والكنترولنج تو واي. يا اما بيرفورمانس بتطلع الداتا تروح للكنترول، تمام اوكي، مش تمام بتعمل كوركشن، فهي دايما تو واي رايحه جايه. البلاننج بيبقى فيه تو اوبشنز، دايما بيعتمد على ان في تيم بيحط البلان وتيم بيعمل الاكشن. الاوبشن ده موجود وبيتنفذ، ولكن مش هو الاوبتيمم. الاوبتيمم ان اوكي في تيم بيعمل البلان، اوكي في تيم بيعمل الاكشن يعني، ولكن التيم اللي بيعمل الاكشن ده لازم دايما يكون تو واي مع السيتويشن، كانك كده بتعمل دبل تشيك داخلي، وده اللي بيطلع البلاننج مظبوط. المشاكل الموجوده جدا في السايتس، تلاقي البلاننج اللي المهندس عامله على البريمافيرا بقى او مايكروسوفت بروجكت وات ايفر السوفت وير اللي استخدمه يعني، بس البلاننج عموما حاجه، السايت حاجه تانية خالص. في حين ان لو احنا استخدمنا الاي بي دي الانتجريتد بروجكت ديليفري والناس دي قعدت مع بعض من الاول واتفقوا على بلان مظبوط، هنبقى كلنا ماشيين مظبوط، ومش هيبقى دايما عندنا ان البلاننج في سكه واحنا في سكه تانية. لا، كده الناس كلها شغاله مع بعضها مظبوط. طيب الاكسكيوشن، الاكسكيوشن بدا يقول لك لا انت هتعمل اوبن فيز، يعني انت فتحت خلاص هتبدا الاكسكيوشن،
هيروح للكومات التيم، كومات التيم بيوافق ان هيعمل، يبدا يطلع الشغل، يبدا الشغل ده يروح للكلاينت، يعني هيعمل ريبورتنج، الكلاينت بيوافق عليه، ما وافقش عليه بتبدا ترجع تاني. عشان كده احنا قلنا ان دايما هنا الريليشن ما بين الاكسكيوتنج والكنترولنج دايما بتكون تو واي. طب الكنترول في قاعده مشهوره جدا، بي دي سي اي، بلان دو تشيك اكت. يعني ما ينفعش، وللاسف ده اللي بيتعمل دايما، ان بيحصل بلان اكت ما بيحصلش دو تشيك اكت. لو احنا عملنا سكيب للدو وللتشيك فالبلان والاكت، يبقى احنا كده هنروح للويست اوف كوركشن. لانك لما تعمل بلان من غير ما تعمل زي تراي اند ايرور، او تدرس البلان دي كامله ونفذت على طول، لو دي غلط فالكوركشن هيكلف كتير جدا. في حين ان لو الحاجه دي اتعمل لها دبل تشيك وتاكدنا ان الحاجه دي مظبوطه وعملنا الاكتنج، هنطلع ببروبر ديسيجن. طيب ايه علاقه الثيرز دي باللين والبم والسستينابيلتي؟ اللين بدا يقول لك انا هعمل لك الترانسفورميشن، اللي هو انا انبوت واوتبوت، ولكن هاخد في اعتباري الفلو والفاليو. فيبقى انا كده عملت لك فلو مظبوط، وحسنت لك يعني وفرت كل الاوبشنز اللي انا محتاجها عشان انجح المشروع. طيب كبم انا هربط البم بالسيرز دي ازاي؟ قال لك والله انا هاخد بالي جدا من الكوست بتاعه التغيير، علشان ابدا اشوف ايه الاوبورتونيتيز اللي اشيل منها الويست واعلي الفاليو بتاعتي بعد ما اكون درست الفلو والفاليو جنريشن. اللي هي تقريبا نفس الكلام بتاع اللين، الاتنين ميكسد مع بعض. طب السستينابيلتي، السستينابيلتي هنا مش المقصود بيها الجرين بيلدينج، مش الانرجي سيفنج، ولكن المقصود بيها ان انا اقدر المبنى اللي انا بنيته النهارده، لو انا قعدت استخدم المبنى ده ل 100 سنه، انا بضمن ان المبنى ده قادر اوفر له الفاسيلتي مانجمنت واحتياجاته لغايه اخر يوم في عمر المبنى مظبوط. ما هدرتش ريسورسز، لان لو انا ما استفدتش من المبنى يبقى انا كده هدرت الريسورسز، وبقى عندي مشكله ان انا ما وفرتش اللي كان المفروض يتوفر منه. فالفلوس اللي اتدفعت هنرجع تاني للريتيرن اون انفستمنت، يبقى انا كده ما رجعليش اللي المفروض كان هيرجع. فدي كلها تعمل مشكله. احنا هنقف لغايه كده النهارده، لان لما هندخل في البرنسبلز هنحتاج ناخدها كلها وان شوت مع بعض، فانا مش حابه ان نبدا فيها النهارده ونكملها المره الجايه. فاحنا المفروض ان شاء الله المره الجايه يوم الاثنين هنبدا ندخل على البرنسبلز بقى بتاعت اللين كور المانجمنت، وازاي الموضوع بيتم كبرنسبلز عشان نوصل للنتائج اللي محتاجينها. بس دلوقتي في الكلام بتاع النهارده، لو اي حد عنده اي سؤال فيل فري. جزاكم الله كل خير يا استاذنا، الله يكرمك، محاضره رائعه، ومنتظرين بقى الاسئله. لو اي حد عنده اسئله بس يعمل رايز هاند. ما شاء الله دكتورة سارة، محاضرة دسمة جدا، جزاك الله كل خير. جزاكم الله كل خير، أتمنى أن الناس تكون مستفادة منها. طيب في أي حد عنده أي أسئلة في المحاضرة بتاعت النهاردة؟ في مهندسة يمنية، اتفضلي يا باشمهندسة. باشمهندس سامي اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا يا باشمهندس، المحاضرة كانت حلوة. هو أنا أول مرة أحضر حاجة أونلاين، يعني ريليتد للدراسة بتاعتي وكده، فأنا لسه طالبة في تالتة عمارة، فازاي يعني ازاي استخدم البرامج اللي هي بتستخدم البيم فطور نفسي دلوقتي يعني قبل ما اتخرج؟ بصي، هو مهم جدا انك تبداي قبل التخرج، لان ده بيفرق جدا، انك لما تتخرجي على الاقل على الاقل بتقللي من خبطاتك اللي بتكون موجوده في الماركت.
بالظبط. انت دلوقتي عندك بتدرسه في الكلية حاجات ليها علاقة بالمانجمنت وحاجات ليها علاقة بالديزاين في مجال كل واحد، يعني اللي بيدرس عمارة بيدرس عمارة، الانشاء انشاء، الكلام ده كله. مبدئيا اللي انت تقدري تعمليه دلوقتي انك تحضري كورسز زي الكورسز اللي بيم اريبيا بتوفرها، وانا نصيحتي انك ما تدوريش الكورسز اللي بفلوس، اكيد مهمة، ولكن الاونلاين دلوقتي بقى متاح جدا، فتقدري تاخدي المعلومة من اكتر من طريق. اتعلمي تول عشان يبقى في ايدك سوفت وير بتقدري تستخدميه، وفي نفس الوقت اقري، لو ما بتحبيش تقري شوفي فيديوز، بس الفيديوز ليها ريفرنس، المعلومة توصلك بغض النظر عن المعلومة دي هتجيلك ازاي، ولكن تمام. المعلومة تكون عندك. ابدأي شوفي كيس ستاديز، الكيس ستاديز مهمة جدا، انزلي التريننج، روحي شركات ما تدوريش فلوس، هو معلش يا روحي فندم، شركات يعني ايه كيس ستادي؟ يعني مشاريع تكون المشاريع دي اتنفذت، يعني زي مثلا مشروع يكون اتنفذ بم، وهو كده بقى كيس ستادي، بقى في مشروع بدأ يتطبق عليه، هتبدأ يتعمل زي اناليسز، يقول لك والله المشروع ده علشان يتطبق عليه البم فكان نتايجه بقت 1 2 3، في حين ان النوع ده من المشاريع لما ما بيتطبقش عليه مثلا بم نتائجه بتبقى 1 2 3، فتبدأي انت تسنس الفرق. من طب الحاجات انا اقدر المهمة، الاقي الاستاذ دي فين؟ بصي، مبدئيا الانترنت مليان كيس ستاديز، احنا المحاضرة الثالثة ان شاء الله هيكون فيها كيس ستادي، وهعمل شير وقتها لبي دي اف فيه حوالي 10 تقريبا كيس ستاديز موجودين لمشاريع مختلفة بسكيل مختلف بحاجات مختلفة متطبقة، في حاجات كانت متطبقة فيها بام بس، في حاجات بام ولين، في حاجات لين وكاد، فانت هتبدأي تشوفي كل مشروع لما بيتطبق فيه حاجات معينة النتيجة بتاعته ايه، فتقدري تربطي الكلام ده ببعضه. ده طبعا ما بيغنيش عن الخبرة العملية، لازم تنزلي مكاتب ومواقع وتشوفي الشغل بيتم ازاي وتتعلمي، هو ده اللي بيكون الحد الناجح اللي ما يعرف يطور نفسه. وما تقفيش على معلومة، دايما طوري نفسك، ما تقفيش، لانك لو وقفتي كل اللي حواليك بيتحركوا، فانت هتلاقي نفسك في الاخر متأخرة، لكن طول ما انت بتتحركي حتى لو الحركة بتاعتك بطيئة بس انت بتمشي لقدام، ده مهم تمام جدا. تمام شكرا يا باشمهندسة. باشمهندس أحمد، باشمهندس أحمد، مع حضرتك من سمر سعيد، أهلا وسهلا لازمة، تفضل. حبيبي أهلا وسهلا حضرتك. الحمد لله. دكتورة سارة، أهلا وسهلا زي حضرتك. بشكرك على المحاضرة القيمة دي كلها، وربنا يجزيك كل خير ويزيدك من علمه إن شاء الله. استفساري بس في عليا سؤالين. السؤال الأول بخصوص أهمية المهندس أو بروجكت مانجر اللي هو 25 سنة، أو كونستراكشن مانجر خبرة 20 سنة 15 سنة، وبيكون مش أوير قوي بالتكنولوجيا اندكتور المعلومات والبيم عموما، فدوره دوره هيكون إيه في عملية البيم؟ يعني حضرتك كنت اتكلمتي عنها في خلال السيشن يعني، فبس لو توضح لنا بس النقطة ديت. دي حاجة، لان انا برضو بحس دايما ان مهندس حديث التخرج، يعني دايما احنا كلنا او انا شخصيا بحسد مهندس حديث التخرج، بحسده دايما مثلا ايه، انا كنت مشروع خرسانه، مشروع خرسانه ايام مثلا كان بيشتغل ببرامج كذا وكذا وكذا. لا، العلم كل يوم بيتطور، بلاقي الحديث التخرج ده بيتعلم حاجات اكتر لو المهندس اللي هو عنده خبره 5 سنين او 10 سنين مش بيتطور بنفسه باستمرار. فهي بس الحته ديت، حته ان المهندس اللي هو الخبره كبيره جدا بس مش قوي قوي بالتكنولوجيا يعني مدرك معلومات البناء، فهيبقى دوره ايه في العمليه دي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك كان في شرط كده عرضتيها، اساسي بس لو تعرضيها لنا تاني سريعا كده، عن احصاء ببرنامج اس بي اس، وفي بقى ابلكيشن تاني، فلو بس يعني ارجعها لك. تعرضيها لنا تاني بس كده. طيب لو شوف يا توضحها لنا باشمهندس، بس تاني يعني. اتفضل. شوف، مبدئيا المهندس الخبره ده، انت لما بيكون عندك بيم كوردينيتور او بيم مانجر، البيم كوردينيتور والبيم مانجر دايما دايما التكنيكال اكسبيرينس اللي عنده ما هياش نفس التكنيكال اكسبيرينس اللي موجوده عند زي مثلا الهيد اوف ستراكشر تيم. الهيد اوف ستراكشر تيم هو في سكه، وكبيم مانجر ده في سكه تانية. الهيد اوف ستراكشر ده هو
كور التكنيكال ما ينفعش ان احنا نستغنى عنه، ولكن الهيد ده محتاج يكون على الاقل بيعرف يشوف بالسوفت ويرز اللي تقدر، يعني ريفيور. مش هنطلب منه ان يقعد يعمل الديزاين بتاعه زي ما كان بيقعد يعمل على الكاد او البيبر بيس، لا، بس لازم يكون بيقدر يراجع. دي الحاجه اللي محتاج يطور نفسه فيها. لو ما قدرش، وده جزء بسيط يعني، ده ديفلوبمنت سهل جدا ان هو يعمله، مش مطلوب منه يكون فاهم السوفت وير او يعالج مشاكل السوفت وير، لان في شخص متخصص للكلام ده كله. تخيل كده مشروع هاي رايز بيلدينج، وحاجه كده عملاقه جدا، والمسؤول عن المشروع حد هو بيم مانجر شاطر جدا، بيم لا غبار على كفاءته، ولكن اجمالي خبرته مش هنقيسها بالسنين، ولكن هنقيسها ككفاءه شغل كبرفورمانس. يقدر يكفر من الستراكشر مثلا بنسبه 60%، في حين ان المهندس الخبره ال 20 او 25 سنه طريقه تغطيته او فهمه للمشروع بتقدر تعالج مشاكل بنسبه 90%. ايه الاحسن للمصلحه؟ ان كل واحد في تخصصه بس يكونوا انتجريتد مع بعض عشان توصل في الاخر للصحه اللي في المشروع. لغايه دلوقتي نادرا موجود، بس مش كتير، انك تلاقي حد من الناس اللي تحس ان هم فاهمين المجال قوي ومهروسين فيه قوي، بقى لهم 20 25 سنه وبيشتغل بيم زي ما الناس الصغيره، زي ما بتقول مشروع تخرجك كان خرسانه، كنت بتستخدم 1 2 3، 1 2 3 دول دلوقتي اتبدلوا ب 4 5 6، بيدوا كواليتي اعلى وفي وقت اقل. طب الجاب دي، ده لا ما بينكرش ابدا ان عندك خبرات نتيجه عدد مشاريع انت شفتها مش موجوده عند الصغير، والصغير عنده خبره في استخدام السوفت وير والديفلوبمنت مش موجوده عند الكبير. الاثنين مع بعض بينجحوا، لكن صعب ان احنا ناخد واحد ونسيب الثاني. تمام كده؟ تمام يا دكتور. طيب باشمهندس حسين القاضي. بس كان بيسأل على السلام عليكم دكتورة. السلام عليكم. عليكم السلام. الدكتورة سامعاني؟ سامع حضرتك، اتفضل. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، ربنا يحميكي، ربنا يحميكي، ربنا يحميكي. صح، اللي في هذا العالم دلوقتي اللي المفروض يكون عليه المهندس المصري او اي مهندس في العالم كله. ربنا يكرمك. والله لا اجامل، مع الكواليتي مع البرفورمانس بين البيم واللين والاجايل. يعني انا يعني زي ما بقول فرنساويين اوكوران بالكلام ده كله من اوائل العشرينات، يعني من اول القرن العشرين. حضرت حضرتك ودي اتس فانتاستيك ستارت وفيري افكتيف وجميله جدا جدا. عايز بس اضيف صغيره قوي، في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. دايره ديمينج هتكلمت عليها، ما قلتش انها بتاعت ديمينج او بتاعت شوهرت، اللي هي بلان دو تشيك اكت. مظبوط. دي بتعمل برضه مينيمايزنج للتايم بتاع الكوركشن. دي كواليتي، ده سيستم، دي الكواليتي سيركل، غير السيركل بتاعت بلاننج اللي هو الفانكشن اوف بلاننج. فعشان برضه تبقى واضحه، معلش انا يعني انا اسف، يعني بلان وات يو ونت تو دو ودو وات يو هاف بلاند اتس اوكي، وشيك تشيك اون ذا ديفرنس. يعني ده بيوفر لي الوقت ازاي؟ ان انا بعمل checking on the difference between the planned and the and what we should do. وبعدين act on the difference. فناس كتير ما بتبقاش واخده بالها من النقطه دي، يعني عبقريه ديمينج كواليتي سيركل هي في كده. فان انت لما بنعمل checking بنعمله على difference between what was planned and what was done. وال act on the difference، فالاكشن بتاعنا بيبقى in a very minor place او in a very short time وin a very short scope. بحييك جدا 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 يا دكتوره، وقسم مغلظ حضرتك
من 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 يعني ايه نموذج لما ينبغي ان يكون عليه اي 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 مش اي مهندس اي انسان في 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 في, في يعني في, في في اي مجال. ومتشكرين جدا جدا على المحاضره الجميله دي، وانا شاكر ان ربنا اداني الفرصه ان انا سمعت حضرتك النهارده. شكرا جدا ربنا يخليك. في بس سؤال، الفرق بين اللين والاجايل وسكريم؟ شوف هما كلهم في الاخر زي كده واجهات لعمله واحده. انت في الاخر بتعمل امبروفمنت وبتعمل كونتينوس امبروفمنت وانهانسمنت للكواليتي. ممكن تكون البرنسبلز بتختلف شويه من حاجه للتانيه، ولكن انت في الاخر عندك تقريبا نفس التارجت. فهتلاقي مثلا ان في حاجه بيكون مثلا في اللين في برنسبلز معينه، في الاجايل بيبقى ليه طريقه معينه، ولكن دايما انت بتاخد بتعمل مرج العلم موجود عشان يتعامل مرج وتوصل في الاخر للنتائج بس. لكن في الاخر انت بتوصل لنفس النتيجه وعندك نفس التارجت. طيب في حد عايز يسال سؤال؟ سالم اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. اخوكم سالم، انا مهندس من تونس. اهلا بك. من تونس بون، احنا نتكلم فرنسيه لكن مش انا سالت سؤال على اللين والاجايل سكرام. طب اللي نعرفه اللي الاجايل نوت ابلايد ان كونستراكشن، صعبه انك تغير الخرسانه او في الدومين كونستراكشن، هذا اللي الاجايل. اللين نستعملوه كبروسيس اوف بروجكت مانجمنت في الكونستراكشن. مظبوط. حاليا مزبوط. شكرا. نستخدم في الديزاين والكونستراكشن. عايزه اقول لك ان في كيس ستادي هنتكلم عليها ان شاء الله ثالث مره. الكيس ستادي دي كانت سنه 2007 وكانوا مطبقين اللين في مشروع، والمشروع كان بيتعمل اوتوكاد بس، ووصلوا ان هم وفروا $400,000 من الاوفر هيد بتاع المشروع لمجرد ان طبقوا اللين برنسبلز، في حين ان وقتها كان المشروع اوتوكاد والكوردينيشن كله اتعمل تراديشنال، ما كانش ده موجود. وكان ريكومنديشن التيم اللي اشتغل عليه وقتها ان لو نفس السيكونس ده تم باستخدام البام عشان يكون الانفولفمنت للسوفت وير والارانجمنت والكلام ده كله كان هيدي نتائج اكبر. فهو الفكره ان وده اللي هنتكلم عليه المره الجايه، البرنسبل وازاي البرنسبل ده هنحوله من المانيفاكتشرنج او البرودكشن للكونستراكشن. اوكي شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وجزاكم اجمعين، وبارك الله فيكم وشكرا. شكرا، الف شكر حضرتك يا دكتوره. في حد بيسأل سؤال، طيب بالنسبة للي اتخرج من سنة وعرف عن البيم من بعدها بشوية، فهل في اونلاين كورسز معينة اقدر امشي فيه بحيث افهم اكتر واشتغل فيه؟ طبعا، هو مبدئيا مفيش حاجة اسمها ان الواحد متأخر، ان شاء الله يكون متأخر متخرج بقاله 10 سنين 20 سنة 100 سنة، ولكن بما انه عارف ان في ديفلوبمنت موجود وان هو محتاج يتعلم حاجة جديدة لازم الواحد يتعلم. هو ما ينفعش يقف عند اللي عنده الليفل، لازم دايما يتعلم. فكونك متخرج من سنه بالعكس يعني سنه دي ولا حاجه خالص. الاونلاين في دلوقتي حاجات كتيره جدا موجوده، الشانل بتاع بيم اريبيا، الفيديوز اللي موجوده على اليوتيوب، اللي على لاندا، اللي على انفينيت سكيلز، في حاجات كتيره جدا. والميزه دلوقتي حاجه مثلا زي بيم اريبيا، لو شايف انك مثلا محتاج كورس معين بتقدر تبعت والتيم مهندس عمر والتيم اللي شغال معاه بيبداوا يشوفوا والله احنا ممكن نكلم المهندس فلان هو اكسبرت في الموضوع، فيبدا يعمل حاجه اونلاين مش هتكلفك فلوس، هتاخدها من بيتك وهتتعلم من مصدر موثوق فيه وتبدا تجربها. واللي فعلا فعلا بيدي نتيجه من يعني بيعلي الافكت بتاع ده كله انك تنزل براكتيكال وتروح تشتغل في مكان، تشتغل في مكان ربنا يكرمك بحد يكون محترم وقادر يستوعب ايه حد حديث التخرج وازاي ممكن يتعامل معاه ويعلمه. تشتغل في مكان تبدا تطلع شغل تربطه بالحاجات اللي انت بتدرسها اونلاين، فالموضوع يبقى افضل كتير من انك تفضل واقف في مكانك يعني. تمام يا استاذتنا. طيب في سؤال برضو، يا ريت ان شاء الله يبقى اخر سؤال،
يا ترى عند حضرتك مقترحات للناس اللي اتخرجت من 40 سنة لكن لا زالت تمارس عملها للاستفادة من مثل هذه النظم؟ هو السن ملوش علاقة يا جماعة، هو السن ده رقم في البطاقة لا أكتر ولا أقل. حد 10 سنين 20 سنة 50 سنة ما تفرقش، لأن في الآخر دايما الواحد عايز يتعلم، فدايما شوف الجديد ودايما خليك مع الناس، دايما الصغير عنده باشن وعايز يتعلم، دايما الحد الكبير محتاج الصغير عشان يديله نفس الحماس، والصغير محتاج الكبير عشان ياخد منه الخبرة. فإحنا محتاجين نشتغل سوا، مش محتاجين ندية، ومش محتاجين ان الصغير يثبت ان هو هيقدر ياخد مكان الكبير لان ده مش ينفع، ولا الكبير ينفع يقول لا انا الخبرة وما ومش محتاج الصغير، ولا ده ينفع، هما الاتنين محتاجين بعض. مفيش حد كبير خالص على انه يتعلم، ممكن حد يبقى خبرته 40 سنة ويجي حد حديث التخرج ولكن عنده معلومة جديدة ده يستفاد منها، فهو شير للانفورميشن، هي مش اكتر من كده، وكلنا بنكون اسباب ان احنا نعلم بعض. فالسن خلينا بالذات في العلم نركنه على جنب ونبدأ نشوف المعلومة ازاي نستفيد فيها مع بعض. تمام يا دكتورة، جزاكم الله كل خير. آخر سؤال بقى معلش، ايه أكثر برامج للبيم غير الريفت؟ لا هو الريفت بيعمل 3D موديلنج، وتقدر تستخدم، في ناس بتستخدم الاركي كاد مفيش مشكلة، في برامج تانية للبيم زي النافيس ووركس عشان تربط الفور دي وتربط عليه البريمافيرا والكوست، في ناس بتستخدم البيلدينج ديزاين ستوديو علشان تعمل سيميليشن، كان في برامج زمان متوقفت زي مثلا زي الايكو تاكت وخلاص وقفتها بالظبط. فهي الموضوع مش حكرة على الريفت، ولكن هو الريفت عشان اقواهم، لكن الموضوع مش بس الريفت، دايما دايما كل مكتب بيبقى ليه سوفت ويرز هي اللي بيستخدمها، في مكاتب بتشتغل اركيكاد اوكي ريفت مفيش مشكله، بس الفكره انك تاخد الاوبتيمم من السوفت وير، ما نبقاش بنستخدم حاجه 3D عشان في الاخر نطلع بلانز 2D ونوقف لوب البيم. لو انت طلعت موديل ريفت غلط فانت مش هتقدر تدخله على النافيس ووركس وتطلع وتكمل باقي السايكل، اشتغلت اركي كده غلط مش هتعرف تربط نفسك مع باقي الشركات اللي شغاله معاك. فهي مش شرط الريفت، كل السوفت ويرز اللي قلناها دي بتشتغل عادي جدا مع ليها انتجريشن مع البيم. تمام يا دكتوره، جزاكم الله كل خير وشكرا جزيلا لحضرتك، ومتشوقين للمحاضره الثانيه والثالثه باذن الله. الله يكرمك، جزاكم الله كل خير. تمام، اي حد كان عنده اي سؤال مفيش مشكله خالص. تمام يا دكتوره، الحمد لله مفيش اي اسئله خالص، الحمد لله خلاص. تمام، يبقى ان شاء الله ميعادنا يوم الاثنين برضو ان شاء الله هتبقى الساعه 8، هنبدا ناخد البرنسبل وهنبدا نشوف كل برنسبل منهم معناه ايه في المانيفاكتشرنج وازاي هنربطه عندنا في الكونستراكشن. تمام يا دكتور، الف شكر حضرتك، شكرا جدا، شكرا لكم، شكرا حضرتك.